السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عماد من قناتي المتواضعة. فيديو النهارده فيديو عن تحدي اللهجة المغربية بين واحد مصري من عامة الشعب ما يعرفش أي حاجة وصاحبي، وما بين مغربي أو مصري بيتكلم مغربي. حبيت إن أنا أجيبه لكم أو أجيب لكم حد ما يعرفش حاجة عن المغربي زيه زي بقية الشعب، وهتكلم معاه درجة مغربية، هجيب له 10 جمل أنتوا كمغاربة بتستخدموها طول اليوم، مش داخل فيها أي كلمات خارجية، هي درجة مغربية صرف يعني. فهشوفه هو هيعرف يفهم ولا لا، مع ان انا يعني قلبي حاسس وعارف يعني كأي مصري يعني شايف ان اللهجة المغربية صعبة، بس برضو انا قلت ان انا اعمل تحدي واشوفه هل هيفهم ولا لا، واوريكو المصريين لو كنتوا تتكلموا معاهم ممكن يفهموكوا ولا لا. جاهز؟ جاهز. هم 10 جمل متفقين. اول جملة شنو كدير؟ ملاحظة بس ان انت معاك 5 ثواني، 5 ثواني تفكر، بعد كده تقول عرفت او معرفتش، فانا هنقل على الجملة اللي بعدها. ماشي؟ اول جملة شنو كدير؟ بتعمل ايه؟ صح. ماشي. تاني جملة فين مشيتي؟ رحت فين؟ اقسم بالله معرفهم، اقسم بالله انا ما قايلهم له. طب ماشي، شنو ترى؟ بتفكر ازاي؟ لا. مش نطارة. شايف ايه؟ لا. حصل ايه؟ او ايه اللي حصل؟ تمام. فوقاش نطلاقه. فوقاش نطلاقه يعني بنتناقش في ايه؟ لا. بنتناقش ازاي؟ لا. حاول كمان. فوكاش نطلاقه. هنتقابل فين؟ لا. نتقابل امتى؟ نتقابل امتى؟ كيفاش درت ليها؟ كيفاش درت ليها؟ يعني كفاح درتي. كيفاش درت ليها؟ كفاح حد كده؟ لا. بلاش تحاول؟ لا. يعني عملتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ يلا نمشي. يلا نمشي. يعني قربها شوية. يلا نتحرك. صح. دوز عندي للدار. دوز عندي للدار، تعالى لي على البيت. صح. ماشي شغلك. ماشي شغلك يعني. ماشي شغلك. ماشي شغلك يعني شغلك كويس؟ لا. حاولت ماشي شغلك؟ لا. ما تعطلش شغلك؟ مش شغلك. مش شغلك. ماشي يعني مش. محلتك الشيء. محلتك الشيء. عايز الحاجة دي ليه؟ لا. يعني مش هينفع تاخد الحاجة دي؟ مستحيل ده يحصل. مستحيل ده يحصل. آخر كلمة قاسحة عليا بالذات. قاسحة عليا بالصعب عليا جدا. أنت عارف الكلمات دي منين؟ هو يعني تخمين كله. انا اتعمدت ان انا اختار له كلمات دارجه ما يكونش فيها اي كلمات جايه من اللغه الاسبانيه او اللغه الفرنسيه او حتى انجليزي، علشان يفهمها. فهو انا كنت متخيل بصراحه ان هو مش هيفهم الا ممكن هم 10 كلمات، كنت متخيل ان هو ممكن يفهم 3، بس هو فهم تقريبا 6. اعتقد كده ان انت لو مغربي او مغربيه وجيت تتكلم مع حد في مصر فهو هيفهمك. انا بالنسبه لي هي كانت صعبه في الاول جدا اللهجه المغربيه، بس مع الوقت ومع التعلم هي بالنسبه لي بقت سهله، فما بقتش عارف هي بالنسبه لحد مصري هي صعبه جدا ولا هي سهله ولا عاديه. بس لا، هو طلع عارف، وهو للعلم ملوش علاقه بالمغرب وما يعرفش عنها حاجه، والله العظيم ما معرفه ولا كلمه، وشفافيه جدا علشان الفيديو يطلع حلو وعلشان ما بقاش بكتب عليكم كمشاهدين يعني. بس لا، طلع الدرجه طلعت شبه سهله بالنسبه للمصريين. وبكده تكون خلصت حلقتنا. لو بتتفرج على الفيديو من يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتقول رايك في كومنت، لاني بتفرج على معظم الكومنتس وبعمل لايك عليها. وتتفرج عليه من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للبيج بتاعتي وتعمل لايك للفيديو وتحط برده رايك في كومنت. سلامه.